وللحديث عن واقع مسلمي روهينجا في ظل انقلاب الجيش ومواقف الدول الغربية ينضم معنا من لندن الدكتور طاهر الأركاني رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهينجا. أهلا بك معنا دكتور طاهر. يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. بداية دكتور، كيف يعيش مسلمو الروهينجا في ظل هذا الانقلاب العسكري؟ هل يزال الوضع الإنساني والحقوقي مترديا هناك؟ الوضع الإنساني بالنسبة للروهينجا كان مأساويا، والانقلاب أتى بإضافة جديدة وهي المخاوف الجديدة على حياتهم. المسلمون في داخل ميانمار لا يقل عن نحو 1,000,000 شخص، وهم يعيشون في مخيمات محاصرة بالأمن من جميع الجهات، وكل حياتهم تعتمد على المنظمات الإنسانية، وهذه المنظمات الإنسانية كانت مربوطة على أيدي الجيش. فاليوم بعدما سيطر الجيش على الحكم هناك، مخاوف أنهم ربما يقطعون هذه المعونات لأنهم يمنعون دخول منظمات الإنسانية، هذا واحد. شيء آخر، منعوا أيضا دخول الوسائل الإعلام التي كانت تنقل بعض المعاناة، واليوم لا يستطيعون أن ينقلوا شيء من معاناتهم. أيضا شيء آخر، هنالك مخاوف من تجدد العنف ضدهم مرة أخرى وتهجير من تبقى منهم في داخل ميانمار في الخارج. هذه كلها مخاوف يعني تجددت بعد أن حدث انقلاب على الحكم المدني، ونحن كنا ننتظر يعني حسب الاتفاقيات التي تمت بين الحكومة المدنية في ميانمار وبين حكومة بنغلاديش، كنا ننتظر عودة اللاجئين وهم أكثر من 1,000,000 شخص في داخل بنغلاديش. كنا ننتظر عودة اللاجئين، واليوم أصبح مصيرهم مجهولا. كيف يتعامل الجيش مع هؤلاء وعودتهم إلى وطنهم؟ هل يستعيدونهم أو يبقونهم في بنغلاديش؟ هذه المخاوف لا يمكن إزالتها إلا إذا كان هنالك ضغوط قوية من المجتمع الدولي بما فيهم المجتمع العالمي الإسلامي على الجيش في هذا الوقت الحرج. الجيش في هذا الوقت مضغوط في جميع العالم، وكل العالم يضغطون على الجيش الإسلامي على الجيش الميانماري لأجل إعادة الديمقراطية، ونحن لم نشاهد هذا الضغط عندما كانت الروهينجا يتعرضون للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وأملنا اليوم من المجتمع الدولي أن يطرحوا قضية عودة اللاجئين مع قضية الديمقراطية في البلاد يعني سواسية مرة واحدة، ولا يعني أتمنى أن لا تكون قضية الروهينجا مجرد مساومة لأجل الديمقراطية في البلاد. نحن ندعم كروهينجا، ندعم الديمقراطية في البلاد، ونحن لا ننتمي إلى أحد الأحزاب السياسية في البلاد، ولا يسمح لنا أن ننتمي إلى أحد الأحزاب السياسية، ولكن ما نريده من المجتمع الدولي، من الدول التي تريد أن تنصر قضية الروهينجا، أن تضغط على الجيش الآن بالتنسيق مع المجتمع الدولي وبالتنسيق مع المحاكم الدولية لأجل إعادتهم إلى وطنهم مرة أخرى. الدكتور طاهر، يعني ولكن بخصوص خطط إعادة اللاجئين الروهينجا من بنغلاديش إلى ميانمار، ألم يقدم المجلس العسكري تعهدات بهذا الخصوص؟ لم يكن هنالك تعهدات، إنما كانت هنالك تصريحات، ولكن نحن نقرأ هذه التصريحات جاءت بناء لتخفيف الضغوط على جيش ميانمار بعد الانقلاب عليه. ربما لا يتجاوز من التصريح إلى التنفيذ. هذه مخاوف من عندنا، لأن قد يكون هذا يعني إشارة، هذه التصريحات ربما تكون عبارة عن إشارة من حلفائه
مثل الصين وروسيا الذين يدعمون النظام العسكري في البلاد منذ عام 1962، ومصالحهم يعني غالبا اغلب المصالح الموجوده للشعب الميانماري مسيطر عليها من قبل الصين وروسيا في البلاد. نعم. فربما هنالك اشاره من الصين لاجل تخفيف الضغوط ضغوط من المجتمع الدولي ان يطلق بعض التصريحات حول قضيه الروهينجا، وربما ويعني يواجه الضغوط القادمه لاجل بسبب الانقلاب. فلذلك نرى ان هذه التصريحات ربما لم تكن واقعيه، بحيث يريد صاحبها تنفيذ الوعود، انما نرى انها جاءت بناء تعليمات من حلفائه وداعميه. ونرى ننتظر على امل ان يكون ان يفسر او يترجم هذه التصريحات الى عمل. نعم. اذا دكتور طاهر الاركاني رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهينجا كنت معنا، شكرا جزيلا لك.